السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ مع بعض الفيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب فضلا وليس أمرا. وفيديو النهاردة فيديو رائع جدا، وناس كتير بتبحث عنه وبتطلبه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه أعمى فقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال له النبي: أصبر. فرد عليه الأعمى: ليس لدي أحد يقودني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أنه على المسلم الوضوء والصلاة ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ثم يقول: إني أتوجه بك إلى ربي، ويطلب حاجته ويقول: اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. كيفية صلاة قضاء الحاجة. حول دعاء صلاة الحاجة وكيفية أداء الصلاة، فقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، روي أن أبي أوفى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فيتوضأ، فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك الرضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. وحسب قول العلماء، فإن دعاء صلاة الحاجة وصلاتها لها هيئتان: الأولى تكون ركعتين، والهيئة الثانية 4 ركعات. الأولى عبارة عن ركعتين يقرأ فيها الفاتحة وبعدها آية الكرسي 3 مرات، وقيل 7، وفي الثانية تقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص. فإن انتهى من الصلاة دعا بالدعاء الوارد في الحديث، وهو أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه. ثم يسمي حاجته ويدعو بها، فتقضى بإذن الله بشفاعة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى من الله أن يجيب دعوتكم جميعا في الخير وفيما يرضي الله. هنيئا لمن ميزه الله بقلب نقي يتعامل بفطرته وعفويته مع من حوله. فالحياة لن تدوم ولن يبقى إلا جميل ما صنعت. اللهم اجعل لنا ذكرى طيبة في قلوب الآخرين، وارزقنا القناعة والرضا يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم أمين. أسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.